لا احنا ما تحقق، ما تحقق بالنسبة لظروف مصر وإمكانياتها، كتير من الدول بتقول انتوا عملتوه ازاي، كتير من الدول بتقول انتوا عملتوه ازاي. انت ظروفك ما تستحملش انك تعمل اللي انت عملته، بس خلي بالك الموضوع كله كان افكار اللي بدأنا فيه المؤتمر. صحيح. ان العاصمة دي فكرة، فكرة ايه؟ انت بتتكلم على الجهاز الاداري، طب الجهاز الاداري عشان نحسن من ادائه معمول في العاصمة بميكنة كاملة، وبندخل عليه نسبة ذكاء اصطناعي حسب قدراتنا في الاستيعاب وفي الاعداد. عشان ايه؟ عشان الدولة المصرية في ادائها على مستوى الوزارات وعلى المستوى اللي بين الوزارات يبقى ايه؟ يبقى كويس، يبقى افضل وكده. طب احنا دفعنا جنيه من الموازنة للعاصمة؟ طيب ماشي. طب دفعنا جنيه من الموازنة للعالمين؟ طب والله ما دام انتوا مش عامل لكم ايه بس، والله العظيم والله العظيم والله العظيم ما خدنا جنيه من الدولة. مش كده يا دكتور معيط؟ هو الدكتور معيط معاه حاجة عشان يدينا نعمل العاصمة؟ انما خلي بالكم وانا بكلمكم كده، شركة العاصمة، وانا قلت الكلام ده قبل كده، انتوا مش عايزين تصدقوا ليه؟ مش انتوا كل اللي بيسمعني، ليه مش عايز تصدق ان فكرة العاصمة دي معمولة على ان انا احول الارض التراب لفلوس؟